الله 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 يكثر منكم فاسكت اليكون الله 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 يكثر منكم فاسكت اليكون الله 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 يكثر منكم فاسكت يهون الله المقدر والعالم شؤون الله الله جمع الله الله لا يكثر همه ما قدر يكون الله 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 لا يكثر همك ما قدر يكون فكرك واختيارك انقهما وراء الله يفعل ما يريد أنت والخلائق كلهم عبيد والإله فينا يفعل ما يريد حقه وانتباهه ويحق ما يفيد الله لا تقدم ولا بالشكور الله والذي قسم لك حاصل لديك الذي لغيرك لا يصل إليك والذي قسم لك
أسل لديك فاستغل بربك والذي عليك الله في فرض حقيقة والشرع المصول الله itu qasidahnya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Barang siapa yang tahu maknanya itu dan menjalankan, hidupnya mesti tenang. Maknanya apa? Nanya Habib Jindan. Ya. Jadi yang tahu maknanya tadi dan melaksanakannya, dia akan hidup tenang. Tidak mungkin bingung, tidak mungkin ragu. Karena sudah tahu ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Mari kita lanjut salawat. Ya Rabbi, salli